بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الدعوة السلفية حول قضية الدستور أم الانتخابات. أولا، الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، طالعتنا الصحف والمواقع الإلكترونية بتصريحات منسوبة إلى بعض المسؤولين حول مسألة تأجيل الانتخابات وكتابة الدستور أولا، بأن الاتجاه نحو الدستور أولا هو المرجح، وتزامن ذلك مع مطالبة بعض القوى السياسية من خلال حملة إعلامية منظمة بتكوين هيئة تأسيسية غير منتخبة من الشعب تضم ممثلين من كل التيارات السياسية والفكرية، لا ندري من يحدد أعضاءها، لكتابة الدستور ومن ثم تأجيل الانتخابات البرلمانية بزعم أن تكلفتها لا تتحملها ميزانية الدولة وأنها ستتقدم للحكومة بهذا الطلب ثم للمجلس العسكري، فإن لم تتم الاستجابة لمطالبها التي سمتها مطالب الشعب فإنها تدعو إلى مظاهرة مليونية في التحرير يوم 8 يوليو المقبل واعتصام مفتوح في الميدان. والدعوة السلفية تستنكر بشدة هذه التصريحات وهذه المطالب بالمظاهرات المسماة المليونية، وتستنكر بصورة أشد الدعوة إلى الاعتصام بالتحرير إذا لم يستجب المجلس العسكري للمطالب التي ادعت أنها مطالب الشعب، مع أن الشعب قد قال كلمته في الاستفتاء الذي حدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها، وهي الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة من الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور. ولا شك أنه ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير، حتى لو بلغت المظاهرات أكثر من 1,000,000، فإن الشعب المصري 85 مليونا بل يزيد، وهو لم يعطي هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضا للكلام باسمه، وحملات التوقيع المزعومة لا اعتبار لها دستوريا بعد الاستفتاء. وليس من حق أي إنسان الالتفات أو القفز على إرادة الأمة. ونتعجب من التناقض العجيب بين الادعاء بأن ميزانية الدولة لا تتحمل إجراء الانتخابات مع التهديد بالاعتصام المفتوح في التحرير الذي يشل حركة البلاد ويدمر اقتصادها بتعطيل العمل والإنتاج. والدعوة السلفية تحذر من الاستجابة لهذه المطالب لأنها مخالفة صريحة لإرادة الأمة، وتؤكد أن الاستجابة لها معناها تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار، لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولا من قبل نخبة غير معبرة عن إرادة الأمة بصياغة دستور علماني ليبرالي يفرض على الشعب، هذه الجموع لن تسكت على هذه المحاولات، وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها. ونؤكد أن شرعية المجلس العسكري إنما تثبت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته، وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريا وقانونيا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة حفنة
عاجزة تدعي ما ليس لها وتريد فرض وصايتها على الأمة، ونرى في الاستجابة لمطالب هذه القلة بمخالفة نتيجة الاستفتاء نقضا للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري ومن ثم الحكومة المعينة، ودفعا للبلاد إلى الفوضى والاقتصاد إلى الانهيار. وهذا كله يتناقض مع مسؤولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها. وإذا كنا قد طالبنا بعدم الخروج في مظاهرة 1 يوليو 2011 للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وهي حق وتأجيل ذلك، فكيف نقر مظاهرة القوى الليبرالية والعلمانية للقفز على إرادة الأمة؟ فنطالب جميع المواطنين عدم المشاركة في هذه المظاهرة المشبوهة يوم 8 يوليو المقبل، ونطالب الحكومة بمراجعة تصريحات مسؤوليها المخالفة لإرادة الأمة في الاستفتاء، ونطالب المجلس العسكري بعدم الاستجابة لهذه المطالب والاستمرار في خطة العمل التي أقرها الشعب وتحمل مسؤوليته في حفظ أمن البلاد واستقرارها. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الدعوة السلفية.